شركة حلوان للصناعات الهندسية التي تمارس نشاطها منذ عام 1958 هي مجمع لمصانع متعددة لمنتجات الهندسة الثقيلة والمتوسطة اللازمة للاستهلاك المحلي والتصدير، وتعد واحدة من أكبر الشركات الصناعية الهندسية في مصر. شركة حلوان للصناعات الهندسية معروفة باسم مصنع 99 الحربي، هي إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي. بتعمل في نشاطين، نشاط لإنتاج معدات تخص القوات المسلحة ومنتجات تخص القطاع المدني. تهتم الشركة بتطوير خطوط الإنتاج سواء من ناحية المعدات، فهناك دائما عمليات الصيانة وعمليات الإحلال والتجديد طبقا لخطط استثمارية سنوية يتم تنفيذها. المصنع بيهتم إن هو ينتج منتجاته من أجود الخامات، ويتبع أحدث الأساليب التكنولوجية في الإنتاج، ويهتم بمراقبة الجودة واعتماد منتجاته من جهات الاعتماد. انتقاء الكوادر المميزة وتدريبهم وتطويرهم بشكل مستمر، كذلك توفير فرص العمل للشباب، من أهم محاور وخطط العمل داخل الشركة. الاستثمار في العمالة وتدريبها والاهتمام بها ورعايتها اجتماعيا ونفسيا وظروف العمل المختلفة وبيئة العمل وتوفير بيئة مناسبة للعمل هو من أولى اهتمامات الشركة، وده له انعكاس جيد على الإنتاج. المصنع حينما يكون هناك احتياج للعمالة يتم تدبيرها عن طريق من عمالة من السوق العمالة المصري، عن طريق النشر عن هذه الاحتياجات وتقدم لها، وتكون الفرصة متاحة بشفافية لاختيار هذه العمالة، ثم يتم تدريبها في مراكز التدريب المتوفرة في الهيئة القومية للإنتاج الحربي. صناعة طلمبات المياه بأحجامها المختلفة وقطع غيارها، كذلك صيانة وإصلاح محطات الري، واحدة من أهم الإنتاجات. احنا في أحدث خط إنتاج في المصنع عندنا اللي هو مصنع الطلمبات، احنا دخلنا شراكة وبنعمل طلمبات لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تبع وزارة الري، وبنعمل طلمبات أفقية ورأسية بتتراوح من نص متر في الثانية إلى واحد متر في الثانية، ودي بنستعملها في مشروعات الثروة السمكية إلى آخر مشروعات وزارة الري باستصلاح الأراضي. الحقيقة إحنا جودة القطاع العام أو شركات الإنتاج الحربي مشهود لها من زمان جدا، وإحنا الطرمبات دي بقطع غيارها بتصلحها كان بيتم جلبه من الخارج. إحنا الحمد لله النهاردة قدرنا نعتمد على سواعدنا وعلى الإمكانيات المصرية ان احنا بنعمل الحاجات دي هنا دلوقتي، وباذن الله بنغطي السوق بقدره تنافسيه عاليه جدا من ناحيه الجوده ومن ناحيه السعر. عمليه الانتاج بتتم عندي هنا من اول ما بيجي لي قطعه الغيار او الترومبه، بيبقى ليها مقاسات معينه، بيرفع الرسم الهندسي بتاعي وبتطلع الرسمه، بسلمها لمصنع النماذج عندنا، بيبدا يعمل حاجه اسمها اورنيك خشب او نموذج خشب، باخده بعمل عليه صب حسب المادة بتاعتي، إذا كانت زهر، إذا كان حديد، إذا كان نحاس، بصب المنتج بتاعي. بعد ما بيتصب المنتج بتاعي بجيبه أبعمل له إعادة تشغيل لضبط أبعاده، اللي هو يقدر يطلع منتج تام أو فاينل برودكت تام نقدر نستخدمه، إذا كانت ترومبة كاملة أو إذا كانت قطعة غيار للمحطات أو ترومبات أخرى. داخل المصنع بيبقى بيتكون من مصنع النماذج، منطقة التشغيل المخارط، منطقة تجميع، منطقة اختبار للمنتج الترومبة بتاعتي لما بتطلع قبل ما بسلمها للعميل، بلازم بيعمل لها اختبار للتأكد من صلاحية الترومبة كاملة، وبعد كده بسلمها للعميل. طفايات الحريق تعد من أشهر صناعاتها، حيث تمر بمراحل عدة خلال عملية التصنيع وصولا لاختبارات الجودة والأمان حتى مرحلة التعبئة والتغليف. احنا هنا بننتج انواع طفايات، ثلاث انواع جروبس من الطفايات. طفايات بتعمل بالبودره، طفايات بتعمل بالغاز بالرغوي، طفايات بتعمل بغاز ثاني اكسيد الكربون. احنا الشركه الوحيده في مصر اللي حاصله على علامه الجوده في طفايات غاز ثاني اكسيد الكربون، 90% منه منتج مصري، صاج، نحاس، من شركات متعاونه معانا. بننتج من اول الكبس والقص والمراحل الدرفله والسحب واللحام والدهان والاختبارات الهيدروليكيه واختبار التسرب وتعبئه البودره وتعبئه الغاز. المنتج بيطلع من عندنا منتج نهائي. جودة الخامات والأسعار التنافسية المقدمة من أهم ما يميز مصنع أدوات المطبخ بإصداراته المختلفة. بننتج كافة أنواع مستلزمات المطبخ من أوعية بجميع مقاساتها
بأواني طهي من مقالي مؤسسات مختلفة، غطا وبدون غطا، كزرولات، لبنات، صواني فرن، صواني بيتزا، عجنات بمقاسات 9 مقاسات مختلفة للعجنات. الخامة هنا من ستانلس ستيل 18/10 304 خام عالية، استخدامها طبعا معروف صحي جدا وآمن يعني. أما تغذية هيئة النقل العام والسكك الحديد بقطع الغيار فهو اختصاص مصنع أجزاء المحركات. المصنع ده تم إنشاؤه سنة 69 وشغال بتكنولوجي ألماني وخبرة إيطالي، في كذا تكنولوجي شغالين بيهم هنا الحمد لله. مصنع أجزاء محركات مصنع خاص بتصنيع البساتم والشميزات والشنابل لقطع غيار السيارات والمحركات، أقطار بتتراوح من 50 لـ 150 ملم. دي كادر كبير جايب أغلبية عربيات النقل وعربيات الملاكي. للشركة أيضا إسهاماتها في مشروعات تنمية محافظة شمال سيناء ومشروع المليون تختة لوزارة التربية والتعليم، وكذلك مشروع شباب الخريجين ومشروع أجزاء كبار العبور وغيرها من المشروعات الوطنية.